نفر وي سجم سا ان ايت اف، نفر وي سجم سا ان ايت اف، يعني ما اجمل ان يطيع الولد اباه. قد ايه حلو ان الولد يسمع كلام باباه. نفر، ادي نفر، نون فيه ره صوت واحد، يعني علامه واحده، ثلاث اصوات في علامه واحده. بعدين الفيه والره اخر صوتين في العلامه متكررين، مش عشان اكررهم، عشان ياكد لي ان نهايتها فيه ره، يعني عشان يعرفني ان انا نطقت العلامه صح. تتنطق كلها على بعض مره واحده، نفر، ما نقولش نفر فر، لا، هي نفر والفير والري دي داخلين فيها، يبقى نفر. جميل. بعدين هنا وي قد ايه، وي يعني ما اجمل، ما بالعربي، وي ما اجمل او جميل، قد ايه، قد ايه، وي دي معناها قد ايه، صيغه مبالغه. فقد ايه حلو، قد ايه جميل، ايه بقى الحلو ده؟ سجم، ادي سجم، ادي ودن البقره، فالودن دي معناها تتنطق سجم، واخرتها ميم، فجايب لي ميم تاني كمكمل صوتي، مش عشان انطقها تاني، جيبها لي عشان ياكد لي النهايه دي. نفس القصه، مش هنقول سجمم، هنقول سجم. يبقى نفر وي ما اجمل، سجم يسمع، ها، سا، سا يعني الابن، الولد، الابن يعني، سا هو الولد مخصص، هو ولد رجل، خلاص، فاهو سجم سا انسان يعني، فسجم سا يسمع الابن، ما اجمل ان يستمع الابن، ها، ان الى ايت، ايت كان زمان بتتكتب، او يعني هي تتكتب بالفاء ايتف، بس بقت مع الوقت تتنطق ايت بس، لكن ممكن كانت زمان تتنطق ايتف، وكده تبقى قريبه من فاتر وفادر، بمعنى اب، فاتر في الالماني، فاتر في الانجليزي، فاتر في الالماني، وفادر في فادر في الانجليش. ايتف بالمصري القديم معناها اب. فيستمع الابن ان ايت، ها، ان ايت تتكتب ايتف، ان ايتف، ان ايت يعني الى الاب، والاب ده انسان اهو، اف بتاعه، الى الاب بتاعه، ان ايت اف، الى ابيه. يبقى نفر وي سجم سا ان ايت اف، يعني قد ايه حلو ان الولد يسمع كلام بابا، ما اجمل ان يطيع الولد اباه. نفر وي سجم سا ان ايت اف، نفر وي سجم سا ان ايت اف.